قبل أيام كان في كأس العالم للسيدات، طبعا ما احتاج أقول إنه فاشل وحاولوا الرجولة ما قدروا. المهم صار في حادثة لما إسبانيا أخذت الكأس، فصعدوا الفريق يسلمون الجوائز وراهم يعني وراء المنظمين رئيس اتحاد الكرة الأسباني، فكان يحضن واحدة واحدة من اللاعبات، يحضنها بكامل جسمها، ملتصق بكامل جسمه ويبوسهم، واحدة منهم باسها على شفايفها، انقلبت الدنيا عليه وصار مطالبات باستقالته ووقفوا عن العمل لأن باسها على يعني قبلها على حلجها. طبعا هم عندهم يقبل هني 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 أي مكان عادي، يلتصق جسمه بالكامل بجسمها ما في مشكلة، كامل جسمه يلتصق جسمها ما في مشكلة، يحضنها ما في مشكلة، يقبلها بأي مكان ما في مشكلة، بس هني لا. هذا متى يحصل؟ لما يصير الإنسان يجيب الصح والخطأ من مخه بروحه. فتلقى عندهم الرجل مثلا عيب أحد يشوفه تكرمون سرواله الداخلي، بس نفس السروال يلبسه للسباحة عادي الناس كلها تشوفه، يصور فيه يطلع فيه يعني عادي، بس نفس تكرمون سروال يعني من قماش آخر يعني لأن مو مال سباحة، لا هذا يعتبر من العورة. المرأة نفس الشيء، سروالها يعني المعذرة على الكلمة، الحمالات صدر، الأمور هذه ما حد يشوفها عيب، يعني حد يشوف ملابسها الداخلية، لكن تلبس يعني ملابس داخلية اللي من وراء بس خيوط عادي لأن للسباحة لابستها. فشوفوا شلون العقلية، نفس اللبس ونفس المرأة، هني تستحي هني ما تستحي، هني عيب أحد يشوفها هني مو عيب أحد يشوفها. هذا لما الإنسان من رأسه يفكر، لا دين يحكمه، لا مبادئ، لا قيم. طبعا هذا الأمر قديم من أيام الفلاسفة اليونان لما بدوا يألفون بروحهم وقاموا يطلعون أشياء صح وأشياء خطأ وأرشدتهم عقولهم، لأن مثلا الصح والحل لمشاكل العالم أن يكون مثلا شيوع النساء والأراضي، يقول لك سبب الحروب والمشاكل والصراعات بالدنيا هي النساء والأراضي، خلاص يبقى نخلي المرأة للجميع، ما لها زوج ولا لها عيال، كل من يعني يسوي اللي يبي معاها وهي تسوي مع اللي تبي، والابن ما يدرون من أبوه، تأخذ الدولة إذا صار مفكر أو ذكي يخلونه يشتغل بالموسيقى، وإذا صار يعني على قده يشتغل بالجيش. والأراضي نفس الشيء، ملك للجميع، أي أحد يزرعها أي أحد يحصدها، فبالتالي هني نحل بالنسبة لهم مشاكل. هذا من اللي طلعوا الأفكار هذه؟ ترى أرسطو وسقراط وأفلاطون اللي البعض يعظمهم يعظم أفكارهم، واللي استوحوا منهم فكرة الديمقراطية اللي هي الحين صارت بالنسبة للناس مثل الدين. نفس هالأشخاص ونفس هالناس ونفس هالمبادئ اللي رفضت القبلة هذه مات رئيس اتحاد، واللي أطاحت برئيس اتحاد القبلة هذه، نفسهم يقرون موضوع اللي يسمونه المثليين، ويفرضون على الناس أن يتركون عيالهم، يقررون حتى بعمر 5-6 سنوات أيا كان لا حق يقرر أنه والله يقرر أنه يبي يصير بنت، هو ولد حاس أنه بنت خلاص يصير بنت، غصب عليك الأبو والأم تنصاع لكلامه ويأخذونه منك ويحرمونك منه لأنك ما سمحت له أنه يحول جنسه. فهني هذا يحصل لما يصير في ازدواجية معايير، وتابعوا قضية القبلة هذه لأنها مسخرة صراحة، يحضنها عادي، يحضنهم كلهم ويلمس على جسمهم كله من وراء، وأنا آسف يعني أقول هالكلام لكن هذا الحاصل، لكن يقبلها بكل مكان، لكن هني ممنوع. هذه القضية المهزلة يعني تابعوها وتابعوا مقولاتهم، هل هي راضية ولا مراضية، هل هي يعني قبلت على استحياء ولا ما قبلت على استحياء، تفرق ترى بالنسبة لهم. يعني القضية الحين النزاع شنو، هي تقول لا
احرجني، بما انه احرجني وانا قبلته عن تراضي، لا انا اعتبره اغتصاب، وانا يعني مسخره لها اول ما لها اخر. لما يغيب الدين والقيم والمبادئ، كل واحد يفكر بكيفه وكل واحد يقرر بكيفه، حتى يعني القضية نفسها قدام ناس ما يدرون إذا اغتصاب ولا مغتصاب حسب يعني شهادتها. لا والله شافت الفيديو، الحين طالع مقطع يقول شوفوها شافت الفيديو قاعد تضحك، إذن هي كانت راضية بوقتها، إذن الفيديو مو مؤلم لها، إذن هو بريء، يعني مسخرة.